هذا شبيه جدا بالمخبب في هذا الزمن. أحسنت. المخبب سواء كان رجل أو امرأة. وش معنى كلمة المخبب؟ المخبب هو تحريض الزوج على ترك زوجته وترغيبه بغيرها أو العكس. أو العكس أو وحدة. نعم، وترغيبه بغيرها. يا مخبب تلبشر خافوا من اللي عال من بالغيب، ترى من كل جند إبليس يدعمكم بتجنيده، رسالة واضحة للي لبس ثوب الردى والعيب، تبي تجني بعواقب فعلتك يا مدبر الكيدة، من الجنسين من يسعى بذلك يا عساه يخيب، لعله في شباك ينصبه يصبح هو الصيدة، لعنك الله على لسان النبي يا فاعل التخبيب، يا كم بيت من أسبابك هوى وطاحت عواميده، تشتت عائلة كانت تعيش بخير عز وطيب، ومن فعلتك ضاعت والمساعي منك توكيده، ولا ينفع لها من بعد جرمك مهنة التطبيب، كسور ما تجبر وانت سبتها بتسديده، لعل عقوبتك جرح بتسبدك دائم يما يطيب، وعليك إبليس سلط سلته واعتى مقاريده، ولعلك في نكد عيشه وذل يتبع تعذيب، بكل اسبوع لك تشخيص ثاني بعد تجديده، الا يا سامع دعواي قل امين كود تصيب، لعله ينشغل عن خلق ربي بعد تشديده، عسى ربي يكافينا هل الافساد والتخريب، تسن سنونها لو هي تبسم بسمه تمكيده. الله 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 الله، صح لسانك، صحه ابدانك. شكرا يا محمد.